يا صباح الخير عليكم، صباح الورد والياسمين الزلف لون. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم هذا الفيديو لاباس وصحتكم تكون بخير. اليوم راني رجعت لكم بالفيديو اللي هبلتوني به، كي درت لكم الستوري في الانستغرام كي كنا لقطو في الزيتون بزاف، اللي قلتوا لي ديري لنا فلوج. قلت والله غير ما نخليها في خطركم، عجبكم الحال في هذيك الاجواء الريفيه وهذيك الحاله، قلتوا لي يبان الحال شباب، دونك ديري لنا فلوج نشوفو. واليوم راني شاركت معكم هذيك الاجواء الريفيه والاجواء العائليه الدافئه. انا افضل موسم عندي هو هذا موسم الزيتون، دائما في كل عام في هذا الوقت يكون يعني فاكونس تاع الشتاء، نخرجوا فاكونس للدار نجوزوه في الزيتون، وكل واحد كيفاش يجوز لي فاكونس نتاعو، كاين اللي عندهم الزيتون وكاين اللي ما عندهمش، يعني كل واحد واش يدير. والحاجه الاولى اللي نديروها دائما وشاك جور، يعني كي يكون الحال شباب، بس كي يكون كي تكون الشتاء ولا يصب المطر ما نقدروش نخرجوا برا وما نقدروش نروحوا للزيتون. دونك الحاجه الاولى اللي نديروها يعني موالفين النوضو بكري هكا على 6 6 ونص، يعني انا ماما تنوض على 6، انا دي فوا 6 ونص دي فوا 7، نبداو نحضروا الغداء تاعنا. وكل خطرة واش نوجدو الغداء، بصح اون جينيرال نديرو المراقي ولا بطاطا مسكرفجة ولا حميص. واليوم جا على خطرنا نديرو شوا، كان عندنا لحم في الكونجيلاتور ونحيتو، راي نقطع فيه دي بار صغيرة يكونو تاع شوا. المهم رايحين نوجدو كلش صباح، ومن بعد كي يجي وقت الغداء حنا الزيت، شوفوا حنا الزيتون اللي عندنا راهو غير قدام الدار، شغل ماشي بعيد باش ندو الماكله تاعنا من الصباح وما نوليوش للدار. كي يجي وقت الغداء ندخلوا للدار ونخرجوا هذوك الدوزان والماكله، نخرجوهم لبرا ونفطروا تما. لهنايا راني كملت، قطعت كامل اللحم اللي عندي كما راكم تشوفوا، يعني قطعته الا قطع صغيره كيما يجي في شوا، وهادو العظام ما نرميهمش بس مازال عندهم شويه لحم، رايحين نديروهم للمرقه باش يطلقوا البنه تاعهم. لا يا حبيباتي، رايحه نفهمكم، انا شاركت معاكم مقتطفات برا من يومين ولا ثلاثه، يعني مقتطفات كي كنا نلقطو في الزيتون برا. هنايا اليوم الاول رايحين نوجدو كامل الدوزان اللي رايحين نسحقوهم كي نروحو نلقطو الزيتون، خليكم معايا تشوفوا كلش.
لهنا يا حبيباتي، رانا جبنا كامل الحوايج اللي رايحين نسحقوهم. كما شفتوا خليت الفيديو يمشي وحده بلا ما نهضر هكا باش ما نديرونجيكمش، تتفرجوا اليز. قلت لكم نكملوا قبل هاد الجهة اللي جايه مور الدار ديريكت، ومن بعد نولوا الجهة واحد اخرى. ومن بعد هنايا راني نفيلمي لكم شويه من فوق الشجره كي طلعت. هنايا بابا وماما يقولوا لي يا ودي دوك رايحه تطيحي، راكي شاده التليفون بيد واحده وراكي ديري بيد واحده وتشوفي لي فلوك تاعك وانا رايحين يدوي. قلت والله غير نفيلمي كل شيء بالمكتوب، يعني اذا كتب نطيح واذا ما كتبش ما نطيحش. زوارو ولا سم زوارو نبدا القوض ان شاء الله. هذا الزمور على غدي وين لهنا دبنا نقص حاد لهنا وين غادي تفني جالس نقص بخير وعلى خير. وين يا حزن اكو الراوي والتمغارطي والورقازي وديما ولاني وين يا وين كنت تاكل هلاك كي نكون رايك في الغاشي ان شاء الله. نعم نجي لا نشرى فاستني دكسه اجيد باش ما يديني هضرة تزيغ شويط. دعو ياض سلخي دعونت سلخي ايه دعو ياض سلخي اكيد من الجسم من الاربي دوين تبغي في قلب ان شاء الله القرايين نسن جبال ان شاء الله زيدة ان شاء الله تيف دوك تيزيويني ان شاء الله عنديش قاعد بسوين تبغي سوين تلهي هذي زي حذر بس ما ثنين ان شاء الله هذي حذر ببابان هذي حذر بيمام أكمي حاضر بك ميني أنا كيني ثورة قلت سيجي ما ما زال يسي غصفر بك لعمري هذي هنا هذي كنا هنا ربك قسيس وان وان إن شاء الله أكنا من عربك قل مصيب مدي إن شاء الله رصص الحران جديد إن شاء الله. لهنايا دوزيام جور كملنا في جمع الزيتون دايما. واليوم خويا جا كان معانا بسك الحق البارح من وهران راهي قرا تما الحق مسكين ديريكت للزيتون عاوننا ربي يحفظه ان شاء الله.
بعد هنايا ولينا لهاد الشجره، هذه هي الاخرى في هاد الكوتي باش نوليو الكوتي واحد اخر. هنايا بابا طلع باش ينحي كامل هذوك الاغصان اللي يديرونجيو باش نطلع انا في هاد السلوم ونكمل. وهنايا راه الحق الوقت اللي نحبوه كامل كي نكونوا في الزيتون. تسقسي اي واحد راه يجمع في الزيتون، راه في الريف ولا في الغابه ولا كل واحد وين عنده الاشجار يعني نتاعو تاع الزيتون، يقول لك الوقت اللي نحبو وقت الغداء كي نجتمعو كامل ناكلو ونقصرو ونضحكو. يعني افضل وقت عندنا هو هذاك الوقت، تكون لمة عائلية روعة وأجواء دافئة مع القصرة والضحك، كل واحد واش يقول. يعني واحد الأجواء وحدهم، ما تلقاهمش في أي بلاصة غير مع عائلتك. سي بوغ سا دايما نقولكم اغتنموا الفرصة ولا فارسوا في أي حاجة راكم تديروها، يعني عيشوا لحظة وعيشوا يومكم، ما تخموش في أي حاجة لا في المستقبل لا في والو، لأن هذا ثاني كي كنت في الماضي عبارة عن مستقبل، راح تدير مع عائلتك يعني قاعدة تاكلوا كيف كيف. دونك عيشوا أي لحظة راهي عندكم. ومن بعد بديت نحيت كامل الدوزان والمكلة اللي جبناها كما راكم تشوفوا. وفي هذه الجهة ماما راهي تسخن هذيك المرقة اللي درناها ورايحة تسخن ثاني لحميس، وأنا نبدأ ندير في هذاك الحم باش نشوه. وبيان سور بلا ما ننساو الطوماطيش والفلفل تاعنا، يعني قطعتها اون دو، ندير لها الملح ونخليها تشوى ونزيد ثاني الفلفل. دوك تشوفوا كلش معايا.
دوكا رايحه نعاود نهضر معاكم ثاني، يعني سكت بزاف وشفتو بزاف بلا ما نهضر. بصحتكم. وهذه تاع ونشوفوا فيها القهوه ايتو، كانت الاولى كانت في اليوم الاول، وهذه كانت في الدوزيام جوغ، يعني هكاك الجوايه 3 تاع العشيه ولا سورتو سورتو. نحبو نشربو بزاف قهوه كحله باش نوضو هكا باش نفطنو. وهذا هو فيديو تاع اليوم حبيباتي، هكا نجوزو لي فاكونس تاع الشتا تاعنا مع الزيتون، مع الاجواء العائليه، مع اللمه العائليه والقصره والضحك، يعني اجواء روعه. نحبو دائما كي يجي لي فاكونس تاع الشتا وين نكونو وتكون العائله كامل كيف كيف، يعني نجتمعو. وما تنساوش دعموني بلايك واشتراك وتخليوا لي لي كومونتير تاعكم الشابين. وما تنساوش ثاني تبارطاجيو لي فيديو تاعي، واذا صح حبيتوا تطلع على الشان تاعي ونزيد لكم فيديوهات اكثر بارطاجيو لي الفيديو هكا باش يعني نشوف التفاعل، حتى انا يكون عندي موتيفاسيون باش نزيد لكم فيديوهات اكثر واكثر. وثاني رايحه نخلي لكم هنايا الانستغرام نتاعي، الا حبيتوا تسقسوني على اي حاجه ولا تفضلوا للانستغرام مرحبا بكم. اسمو درت له كيما هادي تاع اليوتيوب دي، هي ديدا. رايحه نخلي لكم هنايا لا فوتو ونخلي لكم لولياف لابواط دانفو. تهلاو بزاف، فرحتيكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله. باي باي.